صورة توضح لي المفاهيم هذه. هنا عندك الخلية، خلية نباتية، أعطاك شيء مصطلح جديد اسمه سوبر موليكيول كومبلكس. زي عندك مثلا البلازما ممبرين بكبرها، الكروماتين بكبره، السيل وول بكبرها، يعني شيء عضو كبير، مو عضو هو لكن شيء كبير جدا. احنا نعرف الماكرو موليكيولز اللي هي زي الدي ان ايه. طب الدي ان ايه يعني الكبيرة هذه لما تتجمع تعطيني السوبر موليكيول كومبلكس اللي هو الكروماتين. عندك البروتين لما يتجمع، الحين هو خلاص احنا نعرف انه الدي ان ايه من نيوكليوتايد، يعني نيوكليوتايد يتجمع مع بعض يديني دي ان ايه، والدي ان ايه لما يتجمع مع بعض يديني عنصر اكبر تعقيد اللي هو الكروماتين. هنا النظام انه زي كذا يكون مونيمرز لماكرو، يعني تكون لي ماكرو مولكيولز، الماكرو مولكيولز تكون لي سوبر مولكيولر كومبلكس. فهنا نفس الكلام، هنا الامينو اسيد تتجمع مع بعض وتديني بروتين. البروتين هذا بروتين مع بروتين مع بروتين يعطيني شيء اكبر كثير اللي هي البلازما ممبرين كلها. نيجي هنا الشجر، لما يتجمع شجر مع بعض يديني السليلوز. السليلوز قلنا هيكلي، يتكون فين؟ في السيل وول تبع النبات. تمام، نيجي عند الموضوع الثاني اللي هو البايوكيميكال رياكشن. حنتكلم عن رياكشن، ايش التفاعلات الحيوية المعروفة او المشهورة. اول تفاعل اللي هو اوكسيديشن راديشن رياكشن، تفاعلات الاكسدة والاختزال. في السلايد هنا معطينا مثال انه في الليبر او في الكبد الانزيم اللي اسمه الكحول دي هايدريجنز يأكسد الايثانول للأسيتي الدايد. طيب دحين احنا لازم نلخصها عشان نفهم. الايثانول طيب يصير ايش؟ يصير أسيتي الدايد. طيب بواسطة مين؟ بواسطة انزيم، اسم الانزيم باسم الكحول هذا، هذه ايثانول كحول، فحنقول الكحول ديهايدروجينيس. طيب بعدين اتأكسد مرة الأسيتي الدهايد هذا اتأكسد مرة ثانية إلى أسيتيك أسيد. فقال لك إنه هنا صار له فارذر أوكسيديت، يعني اتأكسد زيادة وصار اسمه أسيتيك أسيد. طيب مين يعني اللي مين هنا؟ الأنزيم هذا الكحول. طيب الأنزيم الثاني من اسم هذا يعني من اسم المتفاعل اللي هو هنا أسيتي ألدهايد، حنقول أسيتي ألدهايد دي هايدرو جينس. تمام، عشان بس نلخص الكلام هذا. طيب احنا لازم نعرف شيء مهم، انه مع الاختزال يكون في، مع الأكسدة يكون في اختزال، لازم الاثنين يكونوا مع بعض. فبما انه هنا صار مرتين أكسدة فمعناه اكيد اكيد صار في اختزال. طب فين صار الاختزال؟ فهنا يقول لك انه this two oxidation reaction صارت بعد ما صار الاكسديشن صار كمان radiation الاختزال لمين؟ للناد بلس تو ناد اتش اللي هم هذولي، صار لهم اختزال. الرياكشن الثاني اللي هو كونسيديشن رياكشن وهايدروليسيس، هذا الثاني وهذا الثالث. ايش هو الكونسيديشن رياكشن والهايدروليسيس؟ هنا تفاعل التكثف، هنا تفاعل التفكك، يعني هذه مرة سهلة ومرة حلوة. هذا التفاعل كونسيديشن اللي هو يحول لي من مونيمر الى بوليمر. يعني ايش يعني؟ يعني المونيمرز، ها مكتوب جونز مونيمرز باي ريموفل اوف ووتر، يعني هذا المونيمر طيب يلصقهم مع بعض عشان تصير بوليمر. كيف؟ باي
ريموف ووتر، يشيل الووتر اللي فيها عشان تتلصق مع بعض وتصير متلاصقة ويصير اسمها بوليمر. هذا ايش اسمه؟ هذا اسمه كونسنديشن رياكشن. تمام. العكس تماما الهيدروليسيس اللي هو ياخذ البوليمر، هو اساسا يكون بوليمر طيب، ويقوم يدخل فيه ووتر عشان يتفكك ويصير مونيمر منفصل. فهنا حيكون joint monomers by removal water. هنا العكس، انه ياخذ الووتر او يحتاج ووتر عشان بريك داون المونيمر. فهنا عندك مثال هنا مثال اول تفاعل اللي هو التكثف. هنا جلوكوز مونيمر وهنا فركتوز مونيمر، جمعناهم ايش صار؟ اخذنا الووتر، هنا اخذنا الاو اتش، وهنا اخذنا هنا اخذنا الاتش، وهنا اخذنا الاو اتش، صاروا اتش 2 او اللي هو الووتر، وصاروا مع بعض سكروز، فصاروا بوليمر بعد ما كانوا مونيمر. فهنا يحول لي من المونيمر للبوليمر، هنا العكس، من البوليمر الى المونيمر. طيب اللي هو هنا شوفوا، هذا واحد، هذا بوليمر، وهذا هي، وقام قمنا دخلنا فيه ووتر، اتفككت صارت اثنان منفصلة. الرياكشن الرابع اللي هو الايزومرايزيشن رياكشن. يعني ايش ايزومرايزيشن؟ نيجي للرياكشن الرابع اللي هو الايزومرايزيشن رياكشن. ايش هو ذا؟ اللي الرياكشنات اللي قبل، طيب، يكون ريموف ووتر، اد ووتر، تمام، او اوكسيديشن يعني يتأكسد. هذا غير جدا، هذا يكون فيه مركبين، طيب، لهم ايش؟ لهم نفس الصيغة لكن يختلفوا في الترتيب، ترتيب العناصر او ترتيب الروابط مثلا. طيب فهو ايش يقول لك هو single molecules is a rearrangement. طيب لكن هم لهم ايش؟ لهم same فورمولا لكن different bond. يعني لما يجي يقول لك اللي عنده different bonding order، هتقولي هذا هو isomerization reaction. زي مثال عندك هذا، مثال عندكم هذا وهذا. اول شيء هو نفس كل شيء، اللي اختلف هو هذا العنصر. هنا كان مع الأكسجين، هنا صار مع الأكسجين اللي لا، هنا مع هذا، يعني مع الأكسجين مع هذا الكربونة. هنا يعني هذا نفسه صار فوق وهذا تحت، يعني الترتيب تغير بس، لكن هو نفس العناصر. فنتيجة تغيير الروابط وانه صار هنا ثالث واحد بدل ما كان الثاني، للنتيجة هذه تغير الاسم اساسا. فهنا صار 3 فوسفوغلايسرات، هنا صار 2 فوسفوغلايسرات. فلو مثلا قال لنا سؤال ايش هو الانزيم اللي حول لنا ال 3 فوسفوغلايسرات الى 2 فوسفوغلايسرات، الانزيم هو فوسفوغلايسرات نفسه، نحط مع هذا الاسم. واذا قال لي هذا الانزيم يحتاج مين عشان يعني يحول لي من هذا لهذا، يحتاج المغنيسيوم. طيب اذا هنا كيف صار التفاعل؟ انه نفس المركب لكن غيرنا المكان، غيرنا الاوردر، غيرنا الديفرنت باوند اوردر بس، وصار كذا رياكشن. هنا في الترانسفير جروب ترانسفير رياكشن، انه يكون عندنا مجموعة ننقلها من مركب الى اخر ويصير كذا التفاعل، اللي هو functional group is transferred، تتنقل from one molecule
اللي هو يكون من دونر موليكيول الى اكسبتر موليكيول. يعني ايش؟ يعني المركب اللي يعطيك هذا الفانكشن جروب مثلا الامينو اسيد مثلا نقلها، المركب ده اللي يعطيني اسمه دونر اللي هو المتبرع او معطي، والمركب اللي ياخذها عنده يسحبها عنده، يسحب دي المجموعه نسميها اكسبتر اللي هو مستقبل. فهنا اداكي مثال اللي هو الامينو فانكشنال جروب راحت من نيو امينو اسيد لنيو كيتو اسيد اللي هو هنا في الصوره. هذه الامينو اسيد كانت هنا، هذا امينو اسيد قصدي، الامينو جروب هذه اللي بالوردي اتنقلت الى الكيتو اسيد، اتنقلت تمام، فاتنقلت ايش الانزيم اللي نقلها؟ امينو ترانسفيرس. طيب فدائما الانزيم هو من نفس اسم التفاعل. يعني نيجي عند سلايدة، هذا سلايدة قاعد تقول لنا انه في الستيرو كيمستري او الستيرو ايزوماريزم او السبيتر ايزوماريزم ايش فيه؟ هو عنده سيم موليكولر فورمولا، عنده نفس الفورمولا ونفس ترتيب كمان، يعني مو زي اللي هنا، مو زي هذا، لا هذا البوندينج او يعني في اختلاف في الروابط، نفس ترتيب الروابط هنا لا، نفس ترتيب الروابط ونفس الفورمولا، لكن يختلف فين؟ يختلف في 3D، لما يكون 3D يعني يكون 3D. طيب وقتها يصير في اختلاف في الشكل بحيث انه واحد يكون يمين والثاني يكون يسار، زي هذه هذا وهذا، نفس الشيء بالضبط، نفس الروابط، نفس الجزيئات، نفس كل حاجه، لكن شوفوا هنا في اختلاف بدايه الاسم. ليش؟ لانه شوفوا هنا الحين هذا يعتبر، الحين هذا يعتبر ايش؟ 2D او 2D، هنا ال 3D يعني نتكلم عنها. فهنا لو نلاحظ انه زي بعض، لكن ايش لو نيجي ناخذ هذا نحطه فوق هذا حيطلع هنا في اختلاف هنا. يعني يعني كيف افهمكم؟ انه الكربونه حتيجي فوق الكربونه، والمركب ده حيجي فوق المركب ده، والمركب ده حيجي فوق المركب ده، لكن لما نيجي هنا في هذا الجزئين، لما نيجي ناخذ الشكل نحطه فوق هذا الشكل المركب الثاني، الاتش هذا حتيجي فوق الاو اتش، ما حيكونوا يعني متطابقين تمام، مع انهم هم هنا نفس الشيء، لكن لما نيجي نحطهم فوق بعض الاتش هذه حتيجي هنا، يعني حتيجي فوق هذا فوق الاو اتش، والاو اتش هذه حتيجي فوق الاتش هذه. طب يعني معناه ان في اختلاف، معناه ان الاسم حيكون مختلف، فلازم يعني نفرق بينهم. قصدي كيف نفرق بينهم؟ نشوف، طبعا احنا نعرف ان الاتش هو اقل كهروسالبية في الحياة، فحنحكم من مين؟ من العنصر الثاني اللي هو ده، حنحكم منه اذا يمين ولا يسار. فهنا نمسح شوية الشخبطة، فهنا المركب هذا الاو اتش طلعت في جهة اليمين، على يمين يعني يدنا اليمين، واليمين باللاتيني اسمها كذا ديكوس او ديكسو زي كذا، فعشان كذا حطينا حرف الدي. اما في اليسار يعني هنا الاو اتش في اليمين، عشان كذا خلينا دي. طب حتقولي ليش او اتش، ليش مو حسب الاتش؟ لانه قلنا الاتش هو اقل كهروسالبية يعني، واقل كتلة، واقل كل حاجة، فما راح نحكم منها، حنحكم من هذه. اخذناها بالكيمستري، فحنقول هنا دي، حنس يعني نفس الاسم لكن نحط قبلها دي، وهنا المركب الثاني الاو اتش هنلقاها في اليسار يعني ليفت، حنقول ال، هنسميه بالال تمام. كذا نفرق بينهم. فهنا ايش المهم نعرف؟ انه هو عنده السيم فورمولا والسيم بوندينج اوردر، لكن المختلف هو في الثري دايمنشنال، في الشكل الثلاثي الابعاد بس، انه يعني
شكلها في السبيس في الفضاء حيكون مو نفس مو متطابقين. الاتش هنا ما تتطابق مع هنا، لا في اختلاف. طيب نيجي هنا، البايو بوليمرز ار فورمد باي الكونديشن رياكشن. هنا عاد الفكرة من جديد، انه يقول لك يعني هي ممكن تجيك سؤال انه البايو بوليمرز، هنا غير الاسم فبس قصده هو يعني نفس الشيء اللي هو البوليمرز. البايو بوليمرز هي تتكون باي ايش؟ باي كونديشن رياكشن، كونسنديشن رياكشن. تمام، ايش هو اللي هو التكثف؟ اللي هو قلنا مونيمر مع مونيمر، نسحب الووتر نسحبها يعني نحذفها او نسوي لها ريموف تصير بوليمر، وهذه العملية اسمها بوليمرايزيشن. طيب بوليمرايزيشن يقول لك ان هي بروسس، عملية رياكشن او تفاعل المونيمرز طيب توجذر ان كيميكال رياكشن، وتكون لي ايش؟ تكون لي بوليمرز طويل او تشين يعني سلسلة اور 3 دايمنشنال. فالبوليمر حيكون يا تشين يا يكون 3 دايمنشنال يعني 3D، او يعني يكون شبكة زي كذا. هذه شبكة صارت هنا، بوليمر مع بوليمر مع بوليمر صارت زي الشبكة، يعني هذه 3D، او يكون بس سلسلة واحدة وخلاص. وهنا هذه فقرة ثانية يلخص لك موضوع الروابط، اسم الروابط طبعا دي مرة مهمة. يقول لك انه البيبتايد بوند فين في البروتين بوليمر، يعني هنا داك اسم البوليمرز او السلاسل. ويقول لك ايش حقها الرابطة، فالبيبتايد بوند فين نلاقيها؟ هذه اصلا تلخيص من الجدول المكتوبة، الجدول الاخضر اللي فوق. فالبيبتايد بوند للفين موجودة، موجودة في البروتين بوليمر. الجلايسوديك لينكج او بوند موجودة في الكربوهيدرات بوليمر. الفوسفو دايستر موجود فين؟ موجود في النيوكليك اسيد بوليمر. تمام، بس هذه مهمة. وبس هنا قاعد يوضح في الصور انه هنا مكان الفوسفو بوند اللي هي هنا، ليش هنا ليش مو هنا؟ لانه لو نلاحظ انه هنا مونيمر وهنا مونيمر، كيف هذا شجر وهذا اللي هو النيتروجين من بيس، وهنا الفوسفيت جروب، فهذا نيوكليك اسيد وهذا نيوكليك اسيد اخر كامل، يعني مركبين مكتملين او منفصلين. فهنا الرابطة حتكون. فيعني لو جاب لنا في الاختبار هذا الشكل وقال يعني فين مكان الفوسفو دايستر بوند، حنأشر هنا. ليش؟ لانه حندور على يعني مونيمر مكتمل اللي هو يكون موجود فيه فوسفيت جروب وموجود فيه شجر وموجود فيه النيتروجين بيس. هذه الثلاثة اشياء. هنا نفس الشيء، النيتروجين بيس وفوسفيت جروب والشجر، وخلاص هنا حيكون حيكون الرابطة اللي هي هذه. هنا نفس الكلام، هنا كيف صارت البيبتايد بوند؟ انه هنا اخذنا الاتش مع الاو اتش وسحبناهم صارت ووتر، فصارت هذه كلها مع بعض يعني صار كله بروتين. هنا في السكرايزد هنا شو كلها متلصقة مع بعض. طيب نيجي عند الميتابوليزم، ايش هي؟ هي عبارة عن عمليتين مع بعض يسموها ميتابوليزم، اللي هي عمليات الأيض. طيب إيش تعريفها؟ تعريفها the sum of all chemical transformation، اللي هي الكتابوليك والأنابوليك اللي تصير جوا السل. كيف يعني؟ يعني إحنا عندنا دحين عملية اسمها كتابوليك. يعني إيش كتابوليك؟ يعني هدم، عشان نحفظها كأنك تقولي كات، يعني يكون عندك تفاعل أو يكون عندك مركب مثلا والكتابوليك يهدمه. هذا اسمه كتابوليك. طيب إيش عكسه؟ عكسه أنابوليك. أنا كأنك تقولي أنا أبغى كل شيء، فأنابوليك إنه يكون عندك أشياء
أو عمليات تقوم تتجمع يعني بناء عكس الهدم بناء، فتقوم تنبني على بعض لما يصير يعني حاجة أكبر. فهذه الهدم والبناء مجموعهم اسمهم ميتابوليزم. فالميتابوليزم إيش هي؟ هي تساوي الكتابوليزم زائد الأنابوليزم. طيب يعني مجموعة العمليتين هذه اسمها ميتابوليزم. وفين تصير؟ تصير جوا السل أو في يعني في المخلوق الحي. طيب المعلومة الثانية إنه يصير الميتابوليزم تصير فين؟ تصير كسلسلة من الأنزيم كاتالايزد رياكشن اسمها ميتابوليك باثوي. يعني إيش ميتابوليك باثوي؟ يعني سلسلة، يعني حيكون سلسلة من التفاعلات الأنزيمية. يعني عندك مثال هنا، مثال عندك أي تصير لبي بواسطة أنزيم معين، والبي تصير سي بواسطة أنزيم معين، طيب والسي تصير دي بواسطة أنزيم معين. فهذه التفاعلات هذا اسمه باثوي، ميتابوليك باثوي. طيب يعني انه مسار التفاعلات اللي بواسطه الانزيمات، شوف هي بواسطه انزيم كان تصير رياكشن. طيب فهنا يقول لك المعلومه الثالثه انه each step في الميتابوليك في الباثوي هذا اللي قبنا قلت عليه، كل ستيب يكون يا انه ريموفل او الترانسفير او اديشن اتوم او فانكشن جروب. يعني ايش؟ يعني الحين الاي صارت بي بالانزيم هذا بفعل الانزيم، والبي صارت سي بفعل الانزيم، ايش هو حيكون التفاعل ذا؟ يا انه حيكون حذف ماء او يعني ازاله ماء او اضافه ماء، او مثلا اضافة مجموعة وظيفية او ازالة مجموعة وظيفية، او نقل مجموعة من مثلا من السي للدي. يعني بس كذا، يعني بس هي حتكون عبارة عن هذه الاشياء، يا ريموف او ترانسفير او اديشن، هذه هي يعني اللي حتصير، يعني ما راح يكون في تغيير كبير. فيقول لك انه كل مرة في الباثوي ميتابوليك باثوي حتكون about specific small chemical change، حيكون small change شيء بسيط، يا انه يضيفوا water يا يعني يزيلوا water، ينقلوا مجموعة وظيفية من مكان يعني من مركب لمركب، يضيفوا functional group من مركب لمركب زي كذا. تمام، هذه بخصوص الفكرة هذه. الان هذه الفكرة ايش تقول لك؟ انه المتفاعلات هي تتحول لنتائج خلال السلاسل الميتابوليك، يعني خلال السلاسل العمليات الأيض. كيف يعني؟ يعني دحين دقيقة بس، الحين هذه ميتابوليك باثوي. طيب أول واحد هذا هو، وآخر واحد هذا هو. طيب إذا هنا النهاية، هذا آخر برودكت أو هذا آخر نتيجة، يعني النتائج آخر برودكت صار. طيب وهنا أول شيء، أول شيء اللي هو المتفاعلات، صح ولا لا؟ اللي صارت نتائج أو صارت يسموها منتج مثلا. فأول واحد يسموه متفاعلات، اللي هو نفس الاسم هذا بريتشرز، يعني هو مصطلح جديد لكن هو معناه متفاعلات، قصده أن المتفاعلات تتحول إلى برودكتس خلال عملية الميتابوليك باثوي، يعني ما تكون موجودة خلاص، تصير كلها برودكت.
طيب النيترونينت اللي هو المولكيولز ار كونفيرجنت انتو ذا سيلولار كومبوننتس، يعني ايش؟ يعني هي مواد غذائية او جزيئات غذائية، طيب تتحول خلال يعني العمليات الخلوية، فبحيث يعني نستفيد منها تصير متفاعلات مثلا تكون لي ماكرو مولكيول زي كذا. طيب نيجي عند البوليمرايز مونوميريك، يعني ايش بوليمرايز مونوميريك؟ يعني عندك مونومر نبغى نسوي له عملية البلمرة اللي هو البوليمرايزيشن. فيقول لك ان البوليمرايز مونومرك تصير للماكرو مولكيولز. كيف؟ يعني عندك مثال الجلوكوز هذا مونومر، كيف نسوي له بالمرة انه يتحول للجلايكوجين؟ واحنا قلنا كيف يتحول للجلايكوجين؟ انه يصير يعني يتفاعل مع مونومر ثاني، يعني جلوكوز مع مثلا جلوكوز زي كده. فعندك مثال الثاني الامينو اسيد هذه مونومر، كيف نخليها ماكرو مولكيولز؟ انه نسوي لها بالمرة، فتصير بعد ما نسوي لها بالمرة تصير بروتين. طيب النيوكليك اسيد سوري النيوكليتايد لما نسوي لها بالمرة عشان نحولها الماكرو مولكيولز تتحول لايش؟ تتحول للنيوكليك اسيد. طيب نيجي تحت هنا حنتكلم عن تصنيع البوليمر او التصنيع بشكل عام. فهنا عندنا مصطلح اسمه الكتابوليك، مصطلحين الانابوليك. فيقول لك هنا انه الميتابوليك رياكشن may be categorized as a catabolic، يعني ايش؟ يعني ان الميتابوليك او الميتابوليزم العملية الايض هي تتكون من كتابوليك وانابوليك. الكتابوليك هو ايش؟ هو breaking down للكومبوننت، يعني يكون عندك كومبوننت كبير او يعني شيء كبير وتفككي تهدمي تحولي لمونومر صغير. زي for example عندنا البريك داون الجلايكوجين لما نفككه يتحول لجلوكوز مونومر صغيرة في السل، او مثلا اوكسيديشن مين في الجلوكوز للووتر، يعني الجلوكوز نحوله للووتر، يعني نسوي له بريك داون. وعشان يسهل علينا المصطلح كتا من كلمة كانك تقولي كات لقطع تقطع الشيء. نيجي للمصطلح الثاني اللي هو الانابوليزم. انا كانك تقولي انا ابغى كل شيء، انا باخذ كل الاشياء بجمعها مع بعض. فاللي هي البليدنج او البولدنج اب. طيب او التصنيع للكومبوننتس زي مثلا البروتينات او الجلايكوجين او الليبيدز او النيوكليك اسيد. كيف؟ انه عكسها، مثلا نحن الجلايكوجين لما ناخذ نجمع جلوكوز نجمعها مع بعض حيعطينا مع يعني كله جلايكوجين، والبروتينات نفس الكلام امينو اسيد نجمعها مع بعض نصنعها نسوي لها انابوليك. طيب تصير ايش؟ مع بروتين. طيب هنا في هذا الفيجر بس يوريك الاكل او الفود كيف يعني يتحول لماكرو مولكيولز. هنا الكاتابوليك باثوي، هنا دحين يدخل الاكل البروتينات الليبيد الكربوهيدرات، اول ما يدخل ايش؟ يتفكك، يعني يتفكك الانرجي اللي هي هنا هذا السيلولار بولدينج بلوكس، يعني يصير هنا مونومر. طيب كذا هنا تفكك. طيب لو يبغى يرجع مرة ثانية فلو يبغى يرجع مرة ثانية
يعني يصير ماكرو مولكيول عشان الجسم يستفيد منها. الكتابوليك يصير انا بوليك باثوي ويقوم يستخدم الهيت ويقوم يستعمل الانرجي ياخذها مره ثانيه والهيت ويكون لي بوليمر او يكون لي ماكرو مولكيولز الجسم يستفيد منها زي يطلع لي ار ان اي لايكوجين دي ان اي بروتينات زي كذا. اخر سلايد المين بروسيس للميتابوليزم عشان نعرف البروسيس صح. الميتابوليزم زي ما قلنا هو عبارة عن الانابوليزم والكتابوليزم الاثنين نسميهم ميتابوليزم. طيب ايش هو الكتابوليزم؟ هو دي جرادكتيف فيس. يعني ايش؟ يعني هذا اول عبارة دي جرادكتيف فيس يعني لارجر مولكيول بروكن لمين لسمولر. يعني بعبارة ثانية ريليسس انرجي. طيب الانابوليزم وقلنا هنا الكتابوليزم كانك تقولي كات. الانابوليزم كانك تقولي اناني. ف سينثيتك فيس هذا اول شيء. ثاني شيء انه من السمول للارج مولكيول. طيب ويستعمل ايش؟ يستعمل انرجي. هنا يطلق الانرجي هنا يستعملها عشان يكون لي يعني ماكرو مولكيولز مثلا. فهنا في ربطة عشان نحفظ الايش، نحفظ اسامي الانرجي. عندك اي تي بي ان A D H N A D B H F A D H 2 هنا نفس الشيء نفسها ما تتغير. طيب عشان نحفظها إيش نقول؟ في ربط يقول لك ال A T B خلاص معروفة. فيقول لك الربط عشان نحفظ الأسامي حقت الإنرجي نقول ندى نادف سوت خطأ فادح. ايش يعني ندى؟ هذه ندى. نادف رقبها نادف سوت خطأ فادح. ال H2 قال لك الناحة فنقول فادح عشان نحفظ اسامي الانرجي. وبس كده خلصنا.